السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. تحياتي لكم جميعا وأشكر الجميع على المتابعة المستمرة والدعم. إذا كانت هذه أول مرة لكم في القناة أهلا وسهلا بك، أتمنى منك الاشتراك. إذا لم تكن أول مرة لكم في القناة أهلا وسهلا بك بالعودة من جديد. كيفكم يا حلوين؟ بس حبيت أني أرحب فيكم على طريقة الأخ قصي البطار، ونحن نقول الأخ هنا يعني أخونا في الإنسانية، نتمنى له الخير ونتمنى له الهداية إن شاء الله، مثل ما نتمنى الخير والهداية إلى كل إخواننا في البشرية والإنسانية طبعا. في أحد الفيديوهات مؤخرا يعني قام الأخ باستدلال بما يستدل به المسطحين على ضد القرآن وضد الإسلام، وطبعا هذا شيء مؤسف أن تتحد يعني وجهة نظر المسطح ووجهة نظر الملحد الذي يحاول أن يعني ينال من الدين على نفس الحجة أو على نفس الشبهة. وطبعا للأسف يعني قد قلنا هذا الكلام مرارا لإخواننا المسطحين، خصوصا المتدين منهم، فلم يجدي نفعا، ولكن للأسف يعني فتحوا الباب لأمثال السيد قصي أن يقوم بالنيل من الدين واتهام القرآن بأبشع الأشياء. فيعني أعتقد أنه من الضروري الرد على هذه الأشياء، ولو أن هذه الأشياء تم الرد عليها مرارا وتكرارا، وخصوصا مع إخواننا المسطحين، ونعرف الإجابات الوافية الكاملة خاصة فيها، ولكن يعني مش غلط أن نعود وننقض هذا الكلام جملة وتفصيلا كما يقولون. ولكن سأبدأ أنا أو سأخذ نقطة معينة وسأرد عليها، حيث أن هذه النقطة هو يعتقد أنها شبهة ضد الإسلام في حين أنها شيء مؤيد لصحة القرآن. على العموم قد ذكر الأخ قصي أنه على أرض كروية لا يمكن لشخص أن يتجه باتجاه القبلة، وطبعا هذا شيء يعني هذه الحجة كما قلنا يعني يروجها إخواننا المسطحين نقلا عن شبهات الملحدين سابقا، فليست بالشيء الجديد علينا، يعني هذه الشبهات قديمة، هذه الشبهات تمر علينا من التسعينات، وربما عند بعض الناس الذين كانوا يقارعون الملحدين بشكل عام ويدافعون عن دينهم من قبل هذا بكثير. فطبعا هم إخواننا يعني المسطحين وقعوا لقمة سائغة للملحدين، وصاروا هم ينشروا بالنيابة عنهم هذه الشبهات ويقولون أن الأرض مسطحة لهذا السبب. إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة النظر الدينية، فيعني لا يوجد هناك أي إشكال في هذا الموضوع. لماذا؟ أولا لأن الجماعة الذين يقولون لك أو يحددون لك اتجاه القبلة هم جماعة أهل الجغرافيا وعلم الفلك والملاحة وأهل الهيئة والموقتين مثل ابن الشاطر مثلا، وكل هؤلاء لا يوجد عندهم أدنى لبس أو إشكال في تحديد اتجاه القبلة. وبكل بساطة فعملية تحديد اتجاه القبلة بالنسبة لهم تعتمد على يعني معرفتهم بشكل الأرض ومعرفتهم بتفاصيلها وكيف يحددوا الاتجاهات عليها. هذا شيء بسيط بالنسبة لنا، لكن لنأتي ونرى كيف يتكلم هذا الموضوع، كيف هذا الشيء يوافق القرآن وبتدبر بسيط لبعض الآيات القرآنية. فإذا نظرنا مثلا إلى ما يقوله القرآن، فالقرآن يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين إذا نظرنا إلى هذا التدبر وجدنا القرآن يقول شطر المسجد الحرام، لم يقل باتجاه المسجد الحرام، ولم يقل نحو المسجد الحرام، ولم يقل باستقبال المسجد الحرام، ولم يقل بأي شيء من هذه الأشياء. وطبعا شيء لا يختلف عليه اثنان، يعني سواء مسلم أو
كافر أو ملحد أو حتى المستشرقين هو بلاغة وإعجاز القرآن اللغوية. يعني القرآن مدرسة كاملة في علم اللغة. لهذا السبب فكلمة اختياره لكلمة شطر هنا جاءت لغرض إلهي يعني عميق. فالشطر هنا ما هو؟ الشطر هو شيء المقسوم. يعني أنت إذا نظرت أنت إلى معنى كلمة شطر أصلاً تجد أنك شطرت شيء، والشطر أقرب يعني إلى أنك تأتي بشيء وتقسمه قسمين بدل أنك ما تأتي بشيء والله وتقول هذا الاتجاه شطر. يعني الشطر أكبر الأصل لها إذا بحثت بالجذر هو أنك تقسم الشيء شيئين اتجاهين. ولهذا السبب نجد أننا كيف نحدد نحن اتجاه القبلة؟ نحن نحدد اتجاه القبلة عن طريق استخدام الدائرة العظمى. الدائرة العظمى الأخذ بأقصر قوس على الدائرة العظمى، هذا هو اتجاه القبلة. فما دخل كلمة شطر في الموضوع؟ الدائرة العظمى لا تحدد إلا بنقطتين على وجه على سطح الكرة الخارجي، بحيث أن يمر فيهم مستوى، هذا المستوى يقطع النقطتين بالإضافة إلى نقطة ثالثة أساسية وهي مركز الكرة. فلا تكون دائرة عظمى على كرة إلا إذا كانت تمر في خط، يعني إلا إذا جئت بمستوى وقطعت في المستوى وقطعت في الكرة بحيث أنك تمر في مركز هذه الدائرة. لهذا خط الاستواء يعتبر دائرة عظمى، كل خطوط الطول تعتبر دائرة عظمى. لماذا؟ لأنها تمر في مركز، وكل الخطوط الطرق أقصر الطرق في الملاحة هي التي تتبع الدائرة العظمى أو أقصر طريق على الدائرة العظمى. ولهذا فاتجاه القبلة دائما يعتمد على الدائرة العظمى، واتجاه القبلة هو المستوى أو أقصر قوس يتم توليده على كرة عندما تتقاطع مع مستوى. يمكن الكلام تقني بعض الشيء لبعض الناس الذين لا يعرفون هذه المعلومات، ولكن لنفترض أنك وجدت عندك كرة وقمت بقصها من النصف بحيث أنك تقصها وتصل إلى منتصفها تماما، كرة أو أي شيء كروي قمت بقصه بالتمام، فأقصر نقطة على الدائرة، أقصر قوس على الدائرة التي تنتج هو هذا اتجاه القبلة. وهذا ما يحدده الفلكيين، وهذا الذي يحدده الجغرافيين والملاحين وطبعا أهل الهيئة ومنهم أيضا الموقتين، هذه يعني تعد اختصاصهم. وطبعا وضع البيروني أساليب كثيرة للتسهيل عملية اختيار أو معرفة اتجاه القبلة بالاعتماد على الدائرة العظمى هذه، لأن الجميع كان يعرفها، وهذا شيء يعد محسوب ومعروف عند أهل الهيئة من زمان. لهذا أهل الهيئة هم الذين يحددون القبلة. فالحمد لله يعني نحن لدينا الجواب الوافي على هذا الموضوع. طبعا بعد الكلام هذا يصبح الدليل الذي كان يستشهد فيه أو الشبهة التي يستشهد فيها قصير بطار تنقلب عليه وتصبح من الأشياء التي تثبت صحة القرآن وصحة الإعجاز في دقة التفاصيل التي يختارها للمصطلحات المستعملة. فعندما يستعمل كلمة شطر هنا هو يتوافق بشكل كلي مع الدائرة العظمى في الجغرافيا. سبحان الله، يعني هو ممكن تكون صدفة، ماشي الحال، أنا على مستعد أن أعترف أنا ممكن تكون صدفة، ولكنها صدفة مميزة، صدفة تساند القرآن والإعجاز الموجود فيه. فنحمد الله. طبعا أنا لا أريد أن أنا أعتب على الناس الذين يتكلم في الإعجاز، ولكن هذا لا يعني أن القرآن لا يحتوي على أشياء معجزة أو معلومات يعني تعد معجزة، واجعلنا من الماء كل شيء حي، شيء مذهل يعني أن القرآن يذكر مثل هذا الشيء. طيب، فسيأتي شخص ويقول طيب لكن على الكرة ممكن أنك تتجه أكثر من اتجاه لنفس بين نقطتين، وهذا الكلام صحيح. لهذا القرض أيضا مذكور في القرآن يعني بالحرف وبالنص. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني بهذا الأسلوب البسيط يضع القرآن لك أنك أنت يعني في أي مكان وجهت وجهك أنت توجهه أيضا وجه الله. لهذا من قال أنه يستدبر الكعبة فهو أيضا يصل الكعبة، نعم يصل الكعبة ولكن عن الطريق الطويل وهو غير المطلوب، وهو تكلف وعناء غير لازم.
فهنا نحن أجبنا على الاثنين، الإخوان المسطحين وأخونا في الإنسانية التائه السيد قصي، وأتمنى أن يكون الجواب كافي ووافي. طيب أريد أن أعطيكم سايد إفكت، يعني عرض جانبي لمثل هذا الشيء. إذا كنت أنت بعيد عن مكة، يعني مسافة 600 كيلومتر مثل يعني معظم العالم، يعني معظم العالم هو في دائرة أبعد عن مكة من 600 كيلومتر، فعند السجود أين يكون وجهك؟ يكون وجهك باتجاه الأرض. إذا كان وجهك باتجاه الأرض فأنت دائما وأبدا وجهك متجه إلى القبلة. إذا كنت متجه أنت على الدائرة العظمى، لماذا؟ لأنها تأتي تحتك بغض النظر عن المكان اللي أنت فيه. إذا أنت أخذت أقصر قوس دائما المكة ستكون تحتك ووجهك مواجه لها عند السجود. وهذا عرض جانبي، هذا ليس عرض الأساسي، يعني هذا مجرد سايد إفكت يعني ثانوي، يعني حتى ممكن ما تأخذوا به على أساس أنه أي شيء، ولكن إذا فكرت فيها ستجد أنه من ناحية جيومترية، من ناحية هندسية تجد أن هذا الشيء موجود، وهذا يعني بصراحة شيء مذهل. فنتمنى لإخواننا المسطحين الهداية، كما نتمنى لإخواننا في الإنسانية الملحدين على الأقل أن يكون عندهم قليل من الأمانة العلمية، ويعني على الأقل يا أخي إذا كان الشيء مع الدين أعطيه إياه، لن تخسر شيء، يعني لا مش مطلوب منك أنك تقوم بالتبشير للدين، فعلى الأقل إذا الشيء في صالح الدين لا تذكره على أنه سيء، يعني شيء على أنه نقيص، لأنه يناقض موقفك، أنت تضع نفسك في موقف تناقض وتضعف حجتك إذا كان عندك حجة أصلا، ماشي الحال. بس هذا كله اللي نطلبه، وحتى يعني ننهي الفيديو بنفس الطريقة لأخونا Peace!